بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وهنا وسعادة. في الأول بس أحب أشكر كل اللي دخل وشاهد ولو دقيقة من الفيديو اللي بقدمه، جزاكم الله خيرا على تشجيعكم ليا، بتحرمش منكم أبدا، وفي الخير دايما متجمعين بإذن الله. حبايبي ما تنسونيش من اللايك والتعليق الجميل والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. من سبب الله حبايبي، النهاردة بإذن الله هنعمل ورشة جديدة من الكروشيه. عندنا غرزة أتمنى تعجب حضراتكم. الغرزة دي بيسموها غرزة الريشة. الغرزة من مضاعفات العدد 19، يعني لو عايزين نعمل مثلا كوفية فاحنا هنعمل 19 ونزود عليهم 19 لحد ما نوصل للعرض المناسب بتاع الكوفية. فاحنا هنعمل النهاردة العرض بتاعنا للنموذج اللي هنعمله بإذن الله، هنعمل 38، يعني 19 و19 38 سلسلة. نبتدي حبايبي، اعمل عقدة البداية بالشكل ده واعمل 38 سلسلة. ده 1 2 3 4 7، كده عملت 38 سلسلة. هزود على العدد ده 4 سلاسل، وهو طول العمود اللي انا هعمله. 4 سلاسل دول بره العدد خالص. ده 1 2 3 4، ده الطول العمود اللي انا هعمله. كل الشغل بتاعي هيبقى يا اما غرزة عمود بلفتين او غرزة حشو. يبقى انا اول حاجة هلف لفتين، وطبعا عندي ال4 سلاسل مش هاجي اعمل فيهم حاجة، وهبتدي من السلسلة رقم 5. ده 1 2 3 4، السلاسل اللي احنا زودناهم على العدد 38، وهعمل في السلسلة رقم 5 عمود بلفتين. ادا 1، ونلف ونطلع ونطلع اخر حاجة اللي هما اللفتين. اصبح عندنا، انا هحسب ال4 سلاسل دول اللي في الاول هعتبرهم عمود بلفتين، وده العمود التاني. هبتدي الف لفتين على الابرة، وهعمل في نفس المكان عمود بلفتين. طلع نطلع التانية ونطلع اخر لفتين بالشكل ده. الف لفتين على الابرة في نفس المكان واعمل العمود رقم 4 بالشكل ده. الف لفتين وفي نفس المكان واعمل العمود رقم 5. يبقى انا عملت 5 اعمدة بلفتين في نفس المكان بالشكل ده. بعد كده هشتغل في السلسلة اللي عليها الدور وهعمل عمود بلفتين على طول. السلسلة اللي عليها الدور وعمود بلفتين، 2 اطلع ولفة واخر حاجة. بعد كده الف لفتين وهسيب سلسلة واشتغل في السلسلة اللي بعدها واعمل عمود بلفتين بالشكل ده. اعمل عمود بلفتين بالطريقة دي، هلف لفتين واسيب سلسلة واشتغل في السلسلة اللي بعدها عمود بلفتين بالشكل ده، ولفة واطلع 2، ولفة واطلع 2. الف لفتين واسيب سلسلة والسلسلة اللي بعدها هشتغل فيها عمود بلفتين، لفة واطلع 2، ولفة واطلع 2 بالشكل ده.
ولفه واطلع اتنين، هلف لفتين على الابره واسيب سلسله واشتغل السلسله اللي بعدها عمود بلفتين بالشكل ده. هاجي اعد الاعمده اللي بعد الخمس اعمده في مكان واحد، هسيب الخمس اعمده تمام مش هعد منهم، اعد اللي بعدها ادا 1 2 3 4 5، انا محتاجه 9 اعمده، خلاص احنا عملنا 5، هسيب سلسله واعمل عمود بلفه اللي هو سادس عمود بلف، لكم معايا، وهسيب سلسلة وهعمل سابع عمود بلفة بالشكل ده، ادا سابع عمود ولفتين واعمل ثامن عمود في السلسلة اللي بعد المجاورة على طول اهي، واعمل في تاسع عمود لفتين واعمل تاسع عمود في برضو السلسلة اللي بعد المجاور بالشكل ده، ده 9 اعمدة. بعد 9 اعمدة حبايبي هعمل في السلسلة اللي بعدها على طول 5 اعمدة بلف، السلسلة اللي بعدها على طول 5 اعمدة بلف، ادا 1 بالشكل ده ولفتين بالعمود الثاني، لفة وطلع 2 ولفة وطلع 2 ولفتين والعمود الثالث في نفس المكان ولفتين والعمود الرابع بالشكل ده، ولفتين والعمود الخامس. من عملت 5 اعمدة في مكان واحد بلفتين، الف لفتين اهو العمود الخامس، بالطريقة دي بالشكل ده، اصبح عندي 5 اعمدة في مكان واحد. هاجي في الغرزة اللي بعدها على طول واعمل برضو 5 اعمدة في مكان واحد، 5 اعمدة في مكان واحد في الغرزة اللي بعدها على طول، 5 اعمدة بلفتين برضو، ادا 1 وفي نفس المكان، واعمل العمود الثاني ملفتش، الف لفتين والعمود الثاني بالشكل ده، ولفتين والعمود الثالث ولفتين والعمود الرابع ولفتين والعمود الخامس. يبقى عملت كمان 5 اعمدة بلفتين على العمود الخامس بالشكل ده، تمام. بعد كده هاجي على السلسلة اللي بعدها على طول وهعمل عمود بلفتين، السلسلة اللي على هالدور واعمل عمود بلفتين، لفة وطلع 2 ولفة وطلع 2 ولفة وطلع 2. بعد كده هنرجع تاني نسيب سلسلة، اسيب السلسلة وارجع للسلسلة التانية واعمل عمود بلفتين بالشكل ده، واعمل كده 9 اعمدة زي ما عملنا في الاول، اسيب سلسلة وفي السلسلة اللي بعدها اعمل عمود بلفتين، لفة واطلع 2
ولف واطلع اتنين ولف واطلع اتنين، لفتين اسيب سلسلة والسلسلة اللي بعدها تمام، ولف واطلع اتنين ولف واطلع اتنين ولف واطلع اتنين بالشكل ده، اسيب سلسلة في السلسلة اللي بعدها لف واطلع اتنين ولف واطلع اتنين ولف واطلع اتنين، في السلسلة اسيبها واللي بعدها اعمل فيها عمود بلفتين ولف واطلع اتنين بالشكل ده ولف واطلع الاتنين التانيين، اسيب سلسلة والسلسلة اللي بعدها لفة واطلع اتنين اعمل فيها عمود بلفتين ولفة واطلع اتنين اخير. وكده عملت عندي 9 اعمدة بعد ما عملنا الايه الـ5 اعمدة في مكان واحد. هاجي في السلسلة اللي بعدها على طول وهعمل 5 اعمدة برضو في مكان واحد، وده هيبقى نهاية السطر الاول. يبقى انا ابتديت السطر الاول بـ5 اعمدة والسطر الثاني واخر السطر برضو هنهيه بايه بـ5 اعمدة. العمود رقم 3 في نفس المكان، العمود رقم 4، العمود رقم 5، 5 أعمدة بالشكل ده. السطر الثاني أطلع سلسلة، أنا لفيت الشغل كده، أطلع سلسلة وبعد كده آخد من إيه، أدخل إبرة من تحت العمود بالشكل ده، العمود فوق الإبرة، وأعمل غرزة إيه حشو أمامي بالشكل ده. والعمود الثاني هاخده على الإبرة وأعمل إيه غرزة حشو، همشي السطر كله بالطريقة دي كده، غرزة حشو في العمود الأمام بالشكل ده. العمود من تحت على الإبرة بالشكل ده وأعمل غرزة حشو، وأنا ماشية على طول في ترتيب الأعمدة غرزة حشو بالشكل ده بالطريقة دي. غرزة حشو من تحت من ايه من ورا العمود بالشكل ده كده، اهي غرزة حشو امامي. وما سيبش غرزة، كله اعمل فيه بنفس الشكل. بالشكل ده اهو. الإبرة تحت العمود وأعمل غرزة حشو، بالشكل ده. وكده وصلنا لـ5 أعمدة برضو اللي في الأول، هعمل فيهم نفس الشيء
نفس غرزة الحشو بالطريقة دي. انا كده عملت السطر كله غرزة حشو امامية بالطريقة دي كده بالشكل ده. هاجي على اخر عمود اللي هما الاربع سلاسل اللي في الاول خالص وهعمل غرزة حشو برضه، يبقى الشغل بتاعي مظبوط. بقى الشغل بتاعي بالمنظر ده كده، ده اول سطرين. بعد كده حبايبي الشغل كله تكرار السطرين دول. انا دلوقتي هطلع اربع سلاسل، بسم الله، ده واحد اتنين تلاتة اربعة، تمام. وهعمل في اول سلسلة هتقابلني، انا همشي هنا كده، اول سلسلة هتقابلني هعمل فيها خمس اعمدة بلفتين، نفس اللي عملته في السطر الاول بالشكل ده. ده كله تكرار للسطر الاول يا جماعة. اعمل، معلش، اعمل لفتين، والعمود رقم كام؟ رقم ثلاثة، عشان انا حسبت الاربع سلاسل حسبتهم عمود. العمود الرابع بالشكل ده، والعمود الخامس، ومنساش لفتين على الابرة، ده عمود خامس. بعد كده لفتين، وفي الغرزة المجاورة على طول وهعمل غرزة عمود بلفتين. بعد كده اسيب سلسلة واعمل في السلسلة اللي بعدها عمود بلفتين، وهمشي كده لحد ما اعمل تسع اعمدة زي ما ايه متعودين. لفتين، اسيب سلسلة، والسلسلة اللي بعدها اعمل عمود بلفتين بالطريقة دي. بالشكل ده لفتين، واسيب سلسلة، والسلسلة اللي بعدها اعمل عمود بلفتين. بالشكل ده لفتين، والسلسلة اللي بعدها اعمل عمود بلفتين. تمام بالطريقة دي. وبعدين لفتين، وفي السلسلة اللي بعدها اعمل عمود بلفتين. بالطريقة دي. ولفتين، وفي السلسلة اللي بعدها اسيب سلسلة يعني، واعمل سلسلة عمود بلفتين. واعمل كده قلنا تسع أعمدة بالشكل ده. ولفتين، واعمل العمود رقم 8، ولفتين، واعمل العمود رقم 9، هسيب سلسلة والعمود رقم 9. بالشكل ده. بعد العمود التاسع بالشكل ده هعمل في السلسلة المجاورة على طول خمس أعمدة بلفتين. السلسلة اهي اعمل فيها خمس أعمدة بلفتين، ده واحد ولفتين اتنين ولفتين، والعمود الثالث. الغرزة سهلة وبسيطة. والعمود الرابع ومفيش فيها تغير كتير في الشغل، هما ايه سطرين. ده كده عملنا العمود الرابع والعمود الخامس في مكان واحد خمس أعمدة.
بعد كده في السلسلة المجاورة على طول هنعمل برضو 5 أعمدة بلفتين، ده لفتين. السلسلة اللي بعدها على طول اهي 5 أعمدة بلفتين. الغرز دي جميلة جدا، في كروفية بتديها رونق بشكل حلو قوي، وفي الايه في الجلاهات برضو، كنا نعمل جلال ايه لبنتنا فيست، يعني استخداماتها كتير. ده 3 أعمدة. العمود الرابع في نفس المكان، بالشكل ده. والعمود الخامس تمام. بعد كده حبايبي هعمل في السلسلة اللي بعدها على طول عمود بلفة بلفتين بالشكل ده، لفتين. هسيب بقى سلسلة واعمل في اللي بعدها عمود بلفتين. تمام، ولفتين، وفي السلسلة دي اسيبها واللي بعدها اعمل فيها عمود بلفتين زي ما عملت في الاول على طول بالشكل ده، لفتين، واسيب سلسلة، والسلسلة اللي بعدها اعمل عمود بلفتين بالطريقة دي، ولفتين، هسيب سلسلة واعمل في السلسلة اللي بعدها عمود بلفتين، ولفتين، واسيب سلسلة بالشكل ده واعمل عمود بلفتين. هتلاقي الشغل كله مشى بقى ايه تكرار، بس لفتين اهي، واسيب سلسلة واعمل في السلسلة اللي بعدها عمود بلفتين. والشغل بتاعي يكون نسبة الشد بتاعته واحدة، ما جيش اشد في مكان وايه واسيب الشغل في مكان تاني. تمام بالطريقة دي، ولفتين، واعمل عمود بلفتين، والسلسلة اخر سلسلة هعمل فيها 5 أعمدة بلفتين اهي، ولفتين العمود التاني، ولفتين العمود التالت، ولفتين العمود الرابع، ولفتين والعمود الخامس، 5 أعمدة بالطريقة دي. أصبح عندي الغرزة بالشكل ده، شكلها جميل قوي. هعمل السطر اللي بعده اللي هي غرزة الحشو، اطلع سلسلة واجي هنا على العمود واعمل غرزة حشو امامي بالشكل ده، باخد العمود واعمل ايه غرزة حشو بالطريقة دي، استمر ايه الشغل كله في جميع الاعمدة اللي هتقابلني. بالشكل ده عمود من تحت الإبرة، وآخد غرزة حشو بالشكل ده، غرزة حشو العمود فوق الإبرة وغرزة حشو بالشكل ده. واسيبش اعمده ما شغلتهاش كده، وايه وغرزه حشو بالشكل ده. وغرزه حشو وغرزه
غرزة حشو. بالشكل ده اهي. غرزة حشو. يبقى كل الأعمدة بنفس السطر زي ما قلت، هي تكرار للسطرين دول. يبقى عمود بلفتين سطر، وايه وغرزة الحشو سطر. اكمل. بالطريقة دي اهي لحد ما انهي السطر كله. بالشكل ده. غرزة سهلة للمبتدئين، كروشيه هتدي لها نتيجة حلوة جدا في الشغل، وبرضو بتفرد معايا الشغل بسرعة. الطريقة دي. ولسه العمود الأخير اللي هي السلاسل اللي عملناها في الأول، هدخل وأعمل غرزة حشو بالشكل ده كده. أنا نهيت الشغل بتاعي بخمس سلاسل، وابتديته بخمس سلاسل. بدي الغرزة مع حضراتكم اهي، يا رب تنال اعجاب حضراتكم وتكون سهلة في التنفيذ. ما تنسونوش من اللايك لو عجبك الفيديو، شيريه. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.